انت يا زفت، انت مش شايفني واقفة؟ الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشان الابتسامة والبيضة والحجر. انت ايه يا اللي مقعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ اهمدي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار، وخد معاه العربية والسواق والفيلا والمحل. في 60 داهية، ده حتى كان دمه يلطش. مش مهم، يلا وقف لي تاكسي بسرعة، عايز اروح المحل، وحشني الرقص. الا انت جالك بكم ولا ايه؟ بقولك خد كل حاجة واولهم المحل. ازاي؟ ده كاتب لي المحل بيع وشراء. ما هو عشان انت مش مثقفه وما بتعرفيش تفكي خط الناس بتشتغلك. لما اتجمعتوا مع المحامي عشان تكتبوا العقود، عزوز كتب كل حاجه باسم علوان وخد 1,000,000 جنيه زياده عشان يسكت. ازاي؟ ده انا بصمه بصبعي ده. خدعوك فكالو يا كبيره. انت بصمتي على انك شاهده على العقود، لا بايعه ولا شاريه. وعلى راي المثل يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه بدل البصمه تكون امضاء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تكوني فاكره علوان ده اهطل وبيرمي الفلوس كده، ده بس كان عايز يدوقك ويدفع، ودلوقتي زهق منك وراح يدوق واحده تانية عشان يدفع برضه. وانا جيت قلت لك ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، بس انت اللي طلعتي شخصيه عنيده. بعتني بعتني يا طاوود الكلب، بعتني. بس يا بت فوقي كده وما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك وجيت قلت لك انا شريكي وانت اخترتيه ومبعتيني. دلوقتي ما ترجعيش تندمي، انا جاي استلم الفيلا دي. قدامك نص ساعة تلمي الكراكيب بتاعتك ارجع عليكي جاهزة. سامعة يا نوال؟ سامعة يا نوال؟ سلام يا ستهم. سلام يا نونا. ليه كده؟ ليه عملتي فيا يا دنيا كده؟ ده انا بنت حلال ومستاهلش. ليه؟ جبتيني المرجحة ليه؟ طلعتيني لسابع سما، نزلتيني على جدور رقبتي ليه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ اعمل ايه؟ كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت. نعم يا كبداكي، عاوز تقابلني ليه؟ جرايه يا كوري، هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايز اشوفك ولا عايز اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جولي انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده. فاكره كوريا اول مره شفتك فيها؟ فاكر، كنت لسه جاي بطن البقر، كان يوميها في عيال صيع بيعكسوني، اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم ووصلتني لحد البيت، مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم باسناني، بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام، ايه مع عصب يا بنت؟ عصب. عارفه يا اخويا، هو انا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن، بس ليه راجع في الاخر؟ لازم يا كوريا اخر اليوم يجي يجرش عندك. كان بيجرش عندي اهي، بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره الدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصه، نسوان تعمل أي حاجة عشان خاطر الفلوس. عرفت ساعتها إن واحدة بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها. وشفت نسوان حلوة كوري، نسوان تحل من على حبل المشنقة. عرفت ساعتها إن النظرة في عينك نعمة من عند ربنا. ورب العزة يا كوري، أنا كل كلمة قلتها لك دلوقتي خارجة من قلبي، ما عدتش على ولا حاجة.
بحبك قوي يا كوريا. بجد والنبي يا عين، احلف احلف والنبي. خلاص والمصحف خلاص، انا جاي لك برجلي وبقول لك عايز اركن عندك. طلعي لي بقى بطاقه واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا ما لا تمام، احنا شربنا اصله، شربنا. لا دي محتاجه اشعه، محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى، انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه، المشوار ده متامن ومتظبط، انا في ظهري. او نرجع للست الغلبانه دي فلوسها، مش عارف انا حرق ونار. يو وحشنا يا كوريا. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو، انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رساله بس اشوفها. اتفضل. لا يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، ده احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم. وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. عشان يا فندم بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟ لا أدردش معاك بس شوية. خليكم خلي. بقول لك ايه؟ بصي دينا، أنا حاسس إن المكان اللي هو بيقول عليه أحدث حاجة ده مش أحدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب مقبول. حاسس إن في حاجة. بس كيف؟ هو بيقول إنه أحدث ماكينات على مستوى العالم، وإنت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي أنا طول عمري بتعامل بإحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح، فأنا حاسس إن في حاجة غلط. بقول لك إيه؟ هتيجي نقعد في العربية في التكييف شوية، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف أعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف أعرف أقول لك اللي جوايا. ها؟ تعالي تعالي. تفضلي. نحن رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك. لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى اهدى، خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وابلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على عربيته، طيران ورا مروان، يمكن نلحقه. بسرعه بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر يا شيخ جاسم. العفو العفو، مع السلامه. لا يا سوك، انت فين؟ طب يا جهزان حد عليك دلوقتي؟ حالي فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش